ممكن اتعرف بحضرتك؟ مصطفى، ممكن تقول لنا رايك في انقطاع التيار الكهربائي؟ والله ده نظام اداره فاشله، مش عارفين يتحكموا في البلد نفسها. النور بيقطع خلال 3-4 ساعات في اليوم. احنا الجنوب الصعيد، احنا في صعيد الاقصر كهرباء، احنا عندنا هنا في صعيد كرنك نواجع الاقصر تمام، طار اطفال صغيره ما بيستحملوش الحر. احنا بلد هنا بنقعد في البازارات في الشوارع، في الشمس ولا في الدل ولا في اي حاجه، النور بيقطع علينا، ما فيش نقعد في البازار ولا بره الشارع. الجو حر والدنيا يعني مش عارفين نقول لكم ايه. يعني انت شايف ان المفروض الكهرباء ما تقطعش في الصعيد؟ ده نهائي، ده المفروض يحصل، يعني النور ده ما يقطعش اصلا. تمام، شكرا لحضرتك.